بنمر كثير في مواقف في حياتنا، وهذه يعني هذه من يعني المواقف اللي احنا بنعيشها دائما بتكون محركه لنا الى الامام او انها ترجعنا للخلف على حسب احنا كيف بنتعامل مع هذه المواقف. في مواقف بتعلمنا دروس كبيره، وفي مواقف بتعطينا خبره 10 سنين قدام عشان بس ننتبه ايش بيصير، هذا لو كنا احنا واعيين. وفي ناس طبعا في خلال هذه المواقف بتتعلم بسرعه، وفي ناس تاخذ لها وقت، في ناس تتعلم يقول لك بريال، وناس تتعلم بمليون ريال على حسب قديش. ايوه في ناس قديش خسارتهم. صحيح، وهذا على حسب كل شخص. اكيد طبعا ترادو، في من ضمن هذه المواقف اللي تجيك مواقف تقول عندها لا كذا وخلاص انا لازم اسحب نفسي، عشان ممكن انت تكون صاحب راي محايد في هذه المواقف، وكمان تبعد نفسك عن مشاكل ممكن تكون انت في غنى عنها. عموما سؤالنا كان في هاشتاج ساعة شباب في تويتر، ايش المواقف اللي تخليك تقول انا لازم اسحب نفسي؟ خلونا نروح نشوف ردودكم على تويتر. طيب انا لازم اسحب نفسي. راما تقول اذا نبع الحنان بتدري ولا شيء ما اقدر اسويه اسحب نفسي، لان الشيء اذا انا مو قده بينقلب ضدي. حلو حلو يا راما. ونروح لاروى تقول في اي علاقه لابد من مراحل اضطراب ومشاكل، فلو انسحبنا عن كل شخص سبب لنا اضطراب او مشكله في مرحله ما حنخسر الكل تغاضوا كي تعيشوا. بالضبط، وجهه نظري يا اروى. ايضا عندنا ذكرى تقول اذا صارت مصيبه وانا المسؤول عنها اعطيها وضعيه اخوي عامر اركض اركض اركض. والله لا 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 كثير لا كثير، مو بس انت ذكرى كثير. وكمان تقول اذا اسحب نفسي اذا تهاوشوا اثنين بسببي. الله عليك النحشه يا ولد. يقول لك احمد فاخرجي يقول يسعد لي خميسكم وياك يا ابو حميد، يقول الموقف اللي اقول فيه لازم اسحب نفسي لما اسمع كلام جارح من احد ما أحب أرد، الانسحاب أفضل. ممكن يكون موقف صحيح يا أحمد. ونروح لنورة الزهراني تقول أسحب نفسي إذا كان النقاش ما يهمني وبدأ اللي أنت تتناقش معه يغلط في هذه الحالة قبل ما تغلط عليه، أسحب نفسك أفضل. بالضبط، برضو حلو يا نورة. وفاء تقول لما يبدأ بالغلط أو لما يتلفظ ألفاظ مسيئة من غير باو وقتها أقول له أنا أنسحب. تحياتي لكم، مساءكم جميل ومساكي يا وفاء. فعلا أوقات انسحاب أفضل في هذه المواقف. صحيح. نادية تقول لما أكون جيعانة والثلاجة تخليني أسحب نفسي وأفتحها، هذا أحلى انسحاب ممكن يقول علي نادية. مين ما يبي ينسحب. رنين المحلاوي تقول لما أحس أنه شخص عزيز علي يتغير ويتعمد أنه يجرحني أو يهين كرامتي وقتها أسحب نفسي وعلى طول من غير أي تردد. يسعد مساكم طراد ولمية ومساكي يا رنين. أكيد يا رنين. وعبد الرحيم بواكد، يا هلا والله فيك يا عبد الرحيم. يقول لما أعرف أنه اللي قدامي كذاب ويلف ويدور وأنا عارف أنه كذاب وهو عارف أني عارف أنه كذاب، هنا ما أناقشه أبدا وأسحب نفسي بهدوء. حبيت اللغز اللي كاتبه يا عبد الرحيم. صورنا المحترف عبد الرحيم ما انتهين. بيش تقول أي موقف أو أي سالفة فيها سب أسحب نفسي فيها. مساكم سعادة طراد ولمية، حياك يا بيش. أكيد يا بيش. ونروح لميسون الأمير تقول لما يتعلق الأمر بأشخاص يتعمدوا أذيتي وإهانتي والتدخل في حياتي أسحب نفسي بدون تردد مهما كانت مكانتهم في قلبي. فعلا برضو موقف في شيء أهم شيء الكرامة وعزة النفس عند الأشخاص. جوجو تقول إذا كنت أتكلم مع البنات وغيروا السالفة وتكلموا عن شيء ما أفهم فيه أسحب نفسي عشان ما أحس أني جزء من الديكور مزهرية مثلا. لا سلام مزهريه جوجو، حلو احيانا حلو نكون مستمعين. أيه فقط اوقات. صحيح. مزون عزيز تقول بالذات اذا كنت في جلسه او كنا مجتمعين والموضوع ما يهمني اسحب نفسي ولا اعطيه اي اهميه. وخميسكم احلى يا احلى ثنائي، وخميسك اكيد يا مزون. هلا والله مزون، هلا والله. طيب هذه بعض الردود، في ردود باقيه معانا. ايش رايك تراد انت ايش رايك كنت بسالك؟ والله هو اسحب نفسي لما الموضوع ما يعنيني او ما يخصني او احس الموضوع مثلا في تطاول على الاخر، مو شرط علي، تطاول على شخص ما ممكن اعرفه او ما اعرفه، اذا لقيت في تطاول يا اني اتكلم واعطي النصيحه اذا اقدر اعطي النصيحه، اذا ما اقدر اعطي النصيحه لانه انا جزء خارج عن الموضوع او طرف او ماني طرف في الموضوع. صحيح. اقوم اضطر اسحب نفسي لانه واحد ما يبغى يسمع
يعني إهانة الناس ويسكت ما يقدر. صحيح. فأنا هنا لأني ما أقدر أتكلم فأسحب نفسي، لكن إذا كان يمديني لا أتكلم وأتكلم وأتكلم. وأنا كمان أبا أعقب على تغريدة أروى اللي ذكرتها، أنه إذا فضلنا نسحب نفسنا من أمور كثيرة ممكن نخسر كل اللي حولنا، وممكن يكون هذا أحيانا وممكن يكون غلط يا أروى، لأنه في مواقف كثير تخليك تسحب نفسك. إذا زي ما قال طراد، إذا كنت أنت برا هذا الموضوع ممكن تسحب نفسك من علاقات، ممكن أنت تكون جزء خالي من هذه العلاقة أو طرف ما لك في العلاقة هذه أي فائدة ولا أي قيمة ممكن نقدر نقولها، زي مثلا إهانات أو ممكن تقليل من كرامتك في هذه العلاقات، ممكن أنت تخسر نفسك وقتها. أنت لازم تسحب نفسك. أحيانا سحبان النفس من من مجمل نقدر نقول أو أغلب العلاقات اللي بتكون في حياتنا تكون اضطرارية، ولازم ويجب علينا أن نسحب نفسنا عشان منهي نفسنا أكثر من كده. في علاقات فعلا لما تكون في يعني حتى أوقات في ارتباطات في الحياة بنلاقيها بين أشخاص وعلاقات. صحيح. أوقات الانسحاب برغم قوة العلاقة فيما بينهم، انسحاب الانسحاب طيب. أيوة الانسحاب وقتها، الانسحاب اللحظي في وقتها في نفسه يعني دائرة الموقف أفضل له وأبرك له، وحتى يعني يخرج من الموقف بأقل الخسارة الممكنة. بس إحنا ممكن لازم نفكر متى نحكم عقولنا في هذه الأمور عشان نسحب السحب الصحيح ومتى ننسحب بالوقت الصح. خلونا نكمل ردودكم، وحبيت مواقفكم صراحة. خلونا كلنا يا مبسوطين. ولد جهينة يقول لما أكون حاضر لعبة مزمار وتصير غشنة وتسمع صوت العصا على طول أنسحب، لأن أحد المتخاصمين ما يعرفك ويحسبك مع الآخر فممكن يصيبك بعودة. الله عليك يا ولد جهينة. أبرار تقول إذا أحد عاملني أو تصرف معي بطريقة تهين كرامتي ببعد، أو حسيت أحد ما يبغاني، أو إذا كانت العلاقة فاشلة وما تتطور ومشاكل هنا أسحب نفسي. ممكن صحيح. أيميدو أيضا هنا تقول إذا حسيت أني ثقلت على الناس أو أزعجتهم، وإذا كان في مضاربة أو مشاكل، وعلى قولة المثل بعد عن الشر وغني له خميسكم سعادة. مسالمة أيميدو. طب نشوف أمل إيش تقول. التجاهل والتهميش وتلك العلاقات التي تجلب البؤس وتسلب راحة البال، والجدال في الأمور التي تثير استفزازي أنسحب منها دون أدنى ضجيج. ميوت. الله عليك يا أمل. شكرا لك يا أمل أطرفتينا. أحمد دقنا يقول إذا صارت هوشة قوية بين اثنين وأنا تدخلت بينهم أفزع، وبرضو جالسين يتضاربوا وما في فايدة، أقوم أسوي سحبة مايكل جاكسون وأطلع منها. أحمد يمثلني والله، يمثل الجميع أحمد على فكرة. دقنا تقول إذا تفهم أشخاص في موضوع مرة واثنين وهم يستغبوا، وإذا كنت في موقف عتاب مع شخص وما يدي فرصة أنه أشرح له هنا أنسحب بقوة لأنه عبيط. الله أكبر، هذا اتهام قاتل. دقنا سارة بنت فهد تقول أنسحب إذا في مشكلة بالبيت وأبوي يدور المجرم، يعني انسحاب تكتيكي من البيت، لأن أول فرد مننا يظهر قدامه هو المذنب بلا نقاش. أنت يعني أنت وما في مفر. هذا الانسحاب الجميل برضه يا سارة. ما في عندهم البريء، يعني المجرم بريء حتى تثبت إدانته. مشكلة سلافة تقول موضوع فيه قيل وقال، سمعة فلان وعلان، وعلى قول الحكيم شويخ إيش شويخ إيش علي أنا من الناس وإيش على الناس مني. والله أحب أغنية هذه الأغنية على فكرة جدا. نغنيها بعد الفاصل بلاش فضايا. مريم تقول لما يكون في نقاش حاد بالبيت وأنا مالي شغل ومع ذلك يأخذون رأيي في الموضوع، ولما أحس أني أزعجت أحد، وبصراحة لما ما أكون رايقة لأحد هنا، هذه كلها الحالات اللي أنسحب فيها. مزاجية مريم. نشوف آخر ردود معانا اليوم من صفاء تقول لما أحس إني صرت ثقيلة على قلب الشخص اللي أحبه. الله عليك يا حبيبي. والله اللي نحبه ولا اللي ما نحبه على طول إحنا ننسحب. يعني أفضل أبرك لنا. ما أعرف، أنا أفضل دائما التعايش مع نفسي في أمور كثير. على فكرة ترى يعني الانسحاب في مواقف كثير، هو يعني خلينا عشان نعمم الصورة وما نحددها في مواقف معينة. دائما احنا متى ننسحب؟ متى الواحد يسحب نفسه من اي موقف؟ لما نحس مثلا انه هو مو قد الموقف، لما نحس ان الموضوع اكبر منه، لما نحس انه في تطاول عليه، لما نحس انه حيجرح غيره، لما يعني كله منه واليه، منه إليه، أخذ وعطى، كله أخذ وعطى. إذن هي حالات مرة كثير إحنا نعيشها لم في النهاية طبعاً أكيد تراك في النهاية كل واحد على حسب شخصيته وعلى حسب نظرته لهذا الموقف، كل واحد بيحكم المواقف بحسب شخصيته. في مواقف أنا أشوفها ممكن عادية، أشخاص تانين يشوفوا أنه هذا الموقف مستحيل يكون كذا وغلط أنه ننسحب في هذا الموقف. في النهاية ترجع لشخصية الإنسان. وزي ما قلتي ففي الأخير هو يحتاج الشخص أنه هو يعرف شخص أو نفسه داخله. أعرف ذاتك أنت، هل من الناس اللي فعلاً قد تكون على فكرة ترى عادي في ناس
يأذلهم يا وما يكون قاصدهم، لكن هم لسانهم مثلا طويل في التعامل، ما يعرف يوزن كلامهم. اذا كنت من هذول الناس اوزن كلامك، اذا كنت من الناس اللي ما تعرف متى ثقلت على غيرك حاول توزن نفسك وتنسحب وتكون شويه الين ما تدرس حركاتك، اذا كنت من الناس اللي تتضايق بسرعه من كلام الناس او حساس حاول برضو توزن مشاعرك. كل هذه الامور ممكن ننسحب فيها، لكن هل الانسحاب صحيح ام لا؟ انت او انت تقدروا تحددوا انسحابكم الصحيح والخاطئ. صدق تراد اعرف ناس كثير ينسحبوا من كل العلاقات او كل المشاكل، دائما يكونوا هم اخر الصف او دائما منسحبين نسميهم، نقدر نسميهم. اتوقع هذول ممكن يكون عندهم مشكله نفسيه لازم يتعالجوا منها، لان تدخل تقوقع مع النفس، ما يحبوا انهم يدخلوا نفسهم سواء في مشاكل في مواقف كثير مع ناس في تصادمات نقدر نقولها مع الناس. فهذول اتمنى انهم يراجعوا اخصائيين نفسيين.